السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم أحبتي من جديد. النهاردة جماعة هنتكلم عن قضية السارق اللص في المنام، ودي من الرؤى اللي كتير من الناس بيشوفوها. بالنسبة للرجل، رؤيته لللص تدل على كثرة الذنوب والمعاصي. كون إن في رجل متزوج يرى لص رؤيته فقط، لأن احنا هنتكلم دلوقتي عن السارق اللص المعروف أو المجهول، أو السارق في البيت، أو السارق بيسرق في البيت وما سرقش وخرج، كل الكلام ده هنقوله دلوقتي. فرؤية اللص عموما بالنسبة للرجل تدل على أنه رجل قائم على ذنوب ومعاصي. السارق المجهول اللي أنت ما تعرفوش في المنام للأسف الشديد تدل على الموت، ودي حاجة ما اختلفش فيها مفسرين الأحلام. وأما السارق المعروف يدل على منفعة منه، بمعنى أنا لو شفت في المنام شخص أنا أعرفه في الحقيقة بيسرقني، دي معناها في منفعة هتقع علي من هذا السارق الذي أراه في المنام الذي أعرفه في الحقيقة. رؤية السارق يسرق شيئا من البيت دل على المرض. وأما الكلام أيضا، سبحان الله العظيم، لما بنيجي نتكلم عن الرجل، الكلام بالنسبة للعازل كل اللي ذكرته بالنسبة للمتزوج ينطبق على الشاب العازل. طيب بالنسبة للمرأة المتزوجة والحامل والعزباء، قضية اللص لها، السارق المعروف تدل على الغيبة والنميمة عليك، سواء بقى امرأة متزوجة أو حامل أو بنت عزباء، شافت سارق رؤية فقط تدل على إن في حد بيتكلم عليك وبيغتابك وبيتكلم من وراء ظهرك عليك بكلام لا يليق. رؤيتها هي المرأة هي اللي بتسرق تدل على أنها هي التي تمشي بين الناس بالغيبة والنميمة. يبقى لو أي مرأة متزوجة غير متزوجة، حامل، مطلقة، أرملة، أي مرأة رأت أنها هي التي تسرق في المنام، فدي يعني سبحان الله دلالة. ومع شديد الأسف أنت إنسانة مش كويسة، بتتكلمي على الناس من وراء ظهرهم بالغيبة والنميمة. طيب رؤية الخادم أو الخدامة وهي تسرق في المنام، هذه دلالة على أن هذا الخادم ينافقك ويخدعك ويريد الشر لك. لو شفت أن الخدام بتاعي أو الخدامة بيسرقوني، أعرف أن الخدامة دي أو الخدام ده مش بيحبني ونفسه أي شر يقع لي. طيب بالنسبة بقى لرؤية اللص يحاول دخول البيت، ودي للكل على فكرة. بالنسبة للسارق وهو يريد أن يدخل البيت، دي بس الرؤية. للي لم يتزوج زواج، للي لم يتزوج زواج، فدي محمودة. طب بالنسبة للمتزوجين، رؤيتهم لهذه الرؤية تدل على الغيبة والنميمة، في ناس بيتكلموا عليكم مش كويس، رؤية اللص يريد أن يدخل البيت. رؤية اللص في البيت بقى نفسه، أنا شفت لص واقف في قلب البيت ولكنه لم يسرق شيء، دي رؤية محمودة، ذهاب للهموم والمشاكل والأحزان، وقيل شفاء مريض لو أن هناك مريض عندك أو عندك وقت رؤيتك لهذه الرؤية. انتظرونا في اللقاءات القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.